وبالإجابة على السؤال المطروح لا بد من طرح السؤال الآتي: من الذي أحدث تلك الكدمات والسحجات الموصول بسرعة الاتهام رقم 3 بجسم المجني عليه؟ والإجابة على هذا السؤال كان لا بد من الرجوع لقضية الاتهام، حيث نجد إفادات شاهد الاتهام الرابع عثمان إبراهيم عمر الزبير، والتي يفيد فيها بوصفه للطريقة التي تم اعتقاله بها ورفعه على ظهر العرب البوكس، وكان بها 3 أشخاص راكبين بالعرب وهم الحاج إدريس المتهم 28 المتهم 37 ونصر الدين سعيد باطل دقيق المتهم 33 ومعهم السائق وشخص آخر لاجل جلالية والمتهم 34 أبو بكر. وعندما وصلت العرب الشارع الرئيسي وذهب الشمال الظلط وتلب نصر الدين وصفوت من العرب، ويفيد هذا الشاهد بأنه كان راقدا على العرب تحت، وعندما رفع رأسه شاهد المجني عليه أحمد الخير، وكان كل من نصر الدين وصفوت يقول مال بالضرب عليه إلى أن تم إحضاره للعرب وتم رميه من فوق الشاهد حسب وصفه. ويفيد أيضا بأنه عندما وصلوا الباب المتهم صفوت رجع لاتجاه الحراس وتكلم مع الشهيد أحمد، قال له: ما تقول لي جنابه أنا ملك الموت، ما بتعرفني أنا ملك الموت. ويفيد بأنه في تلك اللحظة كان في ضرب يحصل وسامع المساعد الشريف يقول: يا زول صلي على النبي ما تدق. ويفيد هذا الشاهد بأن الضرب والدق استمر لمدة نصف ساعة أو 40 دقيقة. وقد تعرف على الشخص اللابس الجلابية وهو الضابط مدير الوحدة، هذا ما أفاد به شاهد الدفاع شاهد الاتهام الرابع، والذي أوضح الأشخاص الذين قاموا بضرب المجني عليه لحظة الاعتقال بمكتب خشم القربة في أمسية 31/1/2019، والذي أوضح بأن الاعتقال تم بواسطة المتهم الأول والثامن والعشرون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والسابع والثلاثون، وهم على التوالي النقيب الفاروق والحاج إدريس ونصر الدين سعيد باطل وأبو بكر وصفوت محمد عوض، ومن قام بالضرب في لحظة الاعتقال هم المتهم 33 نصر الدين والمتهم 37 صفوت. وكما شاهد آخرون بالمكتب لم يستطيع تحديدهم لعدم معرفتهم. أما بقية شهود الاتهام وهم الشاهد الأول أمجد بابكي روسي والثاني الطيب محمد سليمان قبشور والثالث عبد الله أبو قاسم سعدوك والخامس عز الدين عيسى وشاهد الدفاع الثامن مصطفى كرش، وهم الذين أوصفوا حالة المجني عليه في ليلة 31 يناير 2019 عندما وجدوه بالحراسة وكان في حالة تعب شديد لا يستطيع الحركة. وعند سؤاله أفادهم بأنه تم ضربه من قبل أفراد الأمن، وهذا يعضد إفادات الشاهد الرابع طالما إن قانون الإثبات لسنة 1994 قد عرف القرينة بأنها الأمارة الدالة على إثبات واقع أو نفيها بناء على القالب من الأحوال، وذلك وفقا لأحكام المادة 48 من قانون الإثبات. وهذا ما قررته وأرسلته سارة حكومة السودان ضد إدريس علي بلال بالطعن ميم عين ميم كاف 145/1978، حيث قررت ورثة المبدأ الآتي: البينة الظرفية هي وقاية غير الوقاية محل النزاع، ولكنها مرتبطة بها بحيث تكون معها سلسلة منطقية تؤدي إلى استنتاج وجود الواقع المراد إثباتها. وهذا الارتباط أما أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة الأشياء فتكون قرائن الأحوال في هذه الحالة دليلا دالغا، وإما أن تكون نتيجة محتملة كقرائن الأحوال دليلا مفترضا، وتعتمد الإدانة الأخيرة على قوة الرجحان واحتمال الدليل. ومن خلال تلك البيانات التي قدمت نجد إن من شارك في ضرب المجني عليه ليلة 31/1/2019 والذي عانى منها الألم الشديد هما كل من المتهم نصر الدين وصفوت. أما بقية المتهمين الأول النقيب الفاروق والثاني الملازم مرغني فاروق والثالث الملازم عبد الله هاشم عمر والرابع السماور محمد خرف الله والخامس إسماعيل محمود عمر آدم والسادس محمد نور إبراهيم مدن والسابع محمد حامد عثمان شريف والثامن الرشيد عيسى سليمان إسحاق والتاسع خالد مبارك عبد الله والعاشر عثمان محمد أحمد يحيى والحادي عشر مدحت سفيان عبد الرحمن أحمد والثاني عشر بكر نعيم إبراهيم عبد الله والثالث عشر مامون سراج مختار عبد السلام والرابع عشر السيد أحمد صديق علي موسى والخامس عشر يونس موسى حمزة محمد والثالث عشر مصطفى علي إبراهيم شندية والسابع عشر بكر الهادي عثمان عبد الله.
العباسيان، والتاسع عشر المهتدي بالله حيدر عوض الحاج، والعشرون ربع الله زكريا يحيى علي، والحادي والعشرون إبراهيم محمد علي مالك، والثاني والعشرون فضل محمد آدم يوسف، والثالث والعشرون الطيب سبت جمعة عبد الله، والرابع والعشرون إسماعيل يوسف إدريس آدم، والخامس والعشرون مصعب محمد فكر عمر، والسادس والعشرون عزام داود إبراهيم، والسابع والعشرون سيف الدين يحيى عثمان رجب. هؤلاء هم القوة التابعة لولاية الأمن برئاسة الولاية وقطاع العمليات باستثناء المتهم الأول المغيب الفاروق مدير وحدة خشم القربة. وقد تحركت القوة من مدينة كسر لمدينة خشم القربة بقيادة الملازم مرغني فاروق الله هاشم عمر المادي، وذلك وفقا لما ورد في الكشف الوارد من المدير العام لجهاز الامن والمخابرات الوطني الفريق اول ابو بكر الدنبلاب، والمعنون لعنايه النائب العام المكلف الوليد سيد احمد محمود، والمقدم مستند اتهام رقم 15، وقد ثبت بما نادى مجال للشك بان تلك القوه قد وصلت لمكتب جهاز الامن وخشم القربه، وعند دخول المكتب وبمقابله المتهم الاول وبواسطه قائدي القوه وبعد تلقي التعليمات ومشاهدة المعتقلين ومن ضمنهم من عليه توعدهم بالاحتفال بهم وإقامة الحفل، وكان ذلك بالضرب المحرج بالخرطيشة السوداء ونوعية البي بي آر والعصي والضرب بالبوت. وقد استمر الضرب من بعد صلاة الظهر حتى تم نقل المعتقلين لمدينة كسلة بعد صلاة المغرب، وكان ذلك بإعادة من المتهم الأول والثاني والثالث، وقد أدى ذلك لإرهاق المعتقلين ومن ضمنهم المبني عليه والشاهد الأول والثاني والثالث والخامس، وشاهد الدفاع الثامن مصطفى أحمد إبراهيم صالح الملقب بمصطفى كرش. وقد أوصفوا كيفية التعذيب الذي يفوق حتى الوصف والألفاظ النابئة التي تفوه بها بعض أعضاء أفراد جهاز الأمن في مواجهة المعتقلين. كل ذلك يؤكد لنا واقع ضرب المتهمين المذكورين المبني عليه بالخرطيش السوداء والعصي والخرطوش المسمى البي بي ار والضرب بالشلود والبوت، وكان ضرب مبرح ومتفرق على عموم جسده. وهذا ما اكده شاهد الدفاع الحادي عشر الدكتور عبد الرحيم محمد صالح الذي قام باعداد قرار التشريع مستند الاتهام رقم 3. وبالرغم من ان المتهمين وعند تلاوه الاقوال الوارده في يمين التحري عليهم انقروا واقع الضرب للمعتقلين عند الاستجواب امام المحكمه، وبالرغم من الطعن في شهادة الشاهد الأول والثاني والثالث والخامس في قضية الاتهام بتهمة العداوة والمصلحة وفقا لأحكام المادة 33 من قانون الإثبات لسنة 1954، والطعن في شهادته للتناقض والتضارب ولما أورده في مرافعتي الدفاع، إلا أننا نقرر عدم قبول ذلك الطعن برد شهادة الشهود المذكورين، وذلك وفقا لأحكام المادة 34 من قانون الإثبات، طالما ان هنالك افادات بينات وافادات من خلال اقوال المتهمين الوارد بيمين التحري والاستجواب امام المحكمه تعد افاده الشهود المطعون في شهادته، وذلك حول الوقائع الجوهريه المراد اثباتها، طالما انه لا ترد بينه الشاهد بمجرد قيام حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده 33 من قانون الاثبات لسنه 1000 قيام تهمة ولا أو مصلحة أو إدانة بشهادة الزور، بل ذلك متروك لسلطة المحكمة التقديرية ولها في ذلك أن تأخذ بشهادة الشاهد الحكم من قيام واحد من الحالات المذكورة إذا ما اطمأنت لصحتها. وهذا ما قررته سابقا حكومة السودان ضد عاصم كباشي وآخرون بالطعن ميم عين قاف جيم 51407 هجرية. وفي نفس المنوال جاءت سابقا حكومة السودان ضد النور احمد بالطعن ميم عين ميم كاف 4977، حيث قررت ورثة المبدا الاتي: غرابه الشاهد المبني عليه او غيره ليس مانعا من قبول شهادته، ولمحكمه الموضوع تقدير الوزن الصحيح لما يدلي به الشاهد، اذ يجوز لها تصديق روايته ان اطمأنت اليه او تطرح شهادته كلها او بعضها على حسب الاحوال. وكما قررت ايضا اختلاف الشهود في بعض التفاصيل الطفيفة لا يؤثر على مواد شهادتهم وجوهرها وقوتها في الإقناع على الواقع المراد إثباته. وكما جاء أيضا في صار حكومة السودان بالشرف الدين محمد عبد العال بالطعن 7975، حيث غررت رأسة المبدأ الآتي: الدقة والتطابق في سرد التفاصيل بواسط عدد من الشروط دليل قوي على الاختلاف والتواطؤ، ومن خلال تلك المبادئ
نقرر الاطمئنان لإفادة الشهود المذكورين طالما إن المتهمين عند السياق والبيانية التحري يقرون بواقع التعذيب والضرب بالخرطوش والعسل المعتقلين الموجودين بمبنى ختم القربة في يوم 1 فبراير 2013 ويفيدون بأن ذلك كان بتوجيه من النقيب الفاروق المتهم الأول الذي أمر بتسخين المعتقلين. وهذه الإفادات تعرض إفادات الشهود المرحوم في شهادته طالما إن الأقوال التي يدني بها المتهم في يومية التحري لا يعول عليها كثيرا في الإدانة إلا إن المحكمة تقبل منها ما تراه مناسبا ومتسقا مع ظروف الحادث. هذا ما قررته رئاسة سابق حكومة السودان فريدريك واندي جابا بالطعن ميم عين ميم كاف 79-1977 كما إن المتهمين التابعين لمكتب خشم القربة من المتهم 28 وحتى 41 قد أفادوا كلهم بواقع التعذيب والضرب الذي تلقاه المعتقلين من قبل القوة القاضية مدينة كسلة في يوم الجمعة 1 فبراير. وإفاداتهم هنا تكون بين الشريك طالما إنهم يحاكمون المحاكم المشتركة مع المتهمين المسكون بين التأييد والتعظيم من خلال إفادة الشهود المقرون في شهادتهم وما جاء بأقوال المتهمين الواردة بيمين التحري. وهذا ما قالت به سابقا حكومة السودان لشرف الدين محمد عبد العال المشار إليها سابقا السابق الإشارة إليها حيث قررت رئاسة المبدأ الآتي: الشريك هو الشخص الذي تفترض صلته أو اشتراكه في الجرم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وفي شأن شهادة الشريك أرفض مقررا شهادة الشريك لا ترفض بمجرد أنه شريك ولكن درجة المحاكم على أخذها بحذر وسارت على وجوب تعزيزها في الجزئية الأساسية بأي نوع من أنواع الأدلة المقبولة قانونا. وكما جاء في نفس المنوال بدل الأمين وآخر بالطعن ميم عين ميم كاف 118-1975 حيث غررت رئاسة المبدأ الآتي: إذا تعدد المتهمين فإنما يصدر من أحدهم من أقوال في استجوابه يجوز أن يؤخذ في الاعتبار بواسطة القاضي أو المحكمة ويجب أن يقبل لصالح المتهم أو ضده أو لصالح أو ضد أي من المتهمين الآخرين في نفس المرحلة من مراحل الإجراءات أو في مرحلة ثانية مع مراعاة إن مثل هذه الأقوال يجب أن لا تقبل إلا في محاكمة بقية المتهمين إلا إذا كان المتهم الذي صدرت منه الأقوال يحاكم محاكمة مشتركة مع المتهمين الآخرين وكانت أقواله قد أُلقيت في حضوره. ومن خلال ما تم سرده ومن خلال تلك المبادئ المشار إليها فإن البينة المقدمة تعطف بعضها البعض وتقود لإثبات الواقع المراد إثباتها وهي قيام المتهمين المذكورين من الأول وحتى 27 قد قاموا بضرب المني عليه أحمد البشير رحمه الله الكريم في أمسية الخميس الموافق 31 يناير 2013 يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2013 وألحق به الأذى والكدمات والسحجات الموصوف بمسيرة الاتهام رقم 3 والذي تم إعداده بتاريخ 2 فبراير 2019 والتي أدت لوفاته وفقا لما جاء المسند الاتهام رقم 6 طالما إن الضرب كان بقساوة ومارس فيه المتهمين السلوك القاسي والذي فسر وفقا لما جاء بسابقة حكومة السودان وآخرين بالطعن ميم عين ميم كاف 13-1976 والطعن ميم عين ميم كاف 14-1976 بأن السلوك القاسي فسر بأنه ذلك السلوك الذي يكون القرض منه استمتاع الجاني عليه وتلذذه بذلك. ومن خلال المستندات وهي مستند الاتهام 3 و5 و6 نجد ان علاقه السببيه مرتبطه بين افعال المتهمين المذكورين المتمثله في الضرب والتعذيب ووفاه المجني عليه طالما جاء في سابقه حكومه السودان بن عبد الله محمد رمضان بالاستئناف الف ميم من كاف 369-1970 حيث غرض رئاسه المبدا الاتي: لإثبات أن الموت نجم على الإصابة لا بد من إثبات بأن هنالك علاقة مباشرة وواضحة وسبب الموت الحقيقي وسبب توضح أن علاقة السببية لم تنفصل وعلاقة السببية تنفصل إذا ما تدخلت بين الفعل والنتائج عوامل خارجية لا صلة لها بفعل الجاني أو نشاطه. وهنا لم يفلح الدفاع في إثبات أي عامل خارجي تدخل ما بين أفعال المتهمين وأعذار المجني عليه من إصابات وتعذيب بالرغم من الدفوع التي قدمت حول مرض المجني عليه وإصابته بالسموم في بداية الإجراءات وما جاء بمرافعة الدفاع فأن المجني عليه مصاب بالناسور وداء السكري
وأمراض الباطن. وإن هنالك غفور في التحري والتشريع حول هذا الأمر، وألقوا باللوم على التحري في هذا الصدد، إلا إن تلك الدخول لا يمكن قبولها هنا، طالما إنه كان على الدفاع إثبات كان على الدفاع بإحضار شهوده لإثبات الأغراض المحددة، لم إذا كان هنالك شهود لم يشملها التحري لم تشملها إجراءات التحري، فإن السبيل والطريق أمامه أن يقدم أن يتقدم بطلب يحمل المستندات والشهود الذين يثبتون تلك الواقعة، فيمكن له أن يقدم أي شاهد مباشر للمحكمة بعد أن يعمل على إحضاره بنفسه إن كان قد فات عليه إدراج اسمه بكشف المقدم. وهذا ما قررته أساسها حكومة السودان ضد محمد سليمان وآخرين بالطعن ميم عين طاء جيم 109875. وطالما أنه لم تقدم تلك المستندات والبينة المباشرة التي تقرر انفصام علاقة السببية، ومن خلال مستندات الاتهام رقم 5 الصادر من الأدلة العامة لأدلة جناية دارة المختبرات الجنائية، والذي أوضح نتيجة الفحص لعينة الدم ومحتويات المعدة للبحث عن السموم والمخدرات العضوية الشائعة بواسطة جهاز الجي سي ام اس بأنه لم يتبين احتوائها على أي من أنواع السموم والمخدرات العضوية الشائعة. وكما جاء أيضا في نفس المنوال ما أرسلته صاحب حكومة السودان ضد عبد الرحمن عبد العزيز إبراهيم بالطعن ميم عين ميم كاف 151-377، حيث قررت وأرسلت المبدأ الآتي: لكي تتوفر علاقة السببية يجب أن يكون الموت ناجما عن الفعل، والعلاقة بين العلة بين الفعل والموت علاقة العلة بالمعلول والمسبب بالسبب، كما يجب أن تكون هذه العلاقة واضحة مباشرة وواضحة. وهذا ما استطاع الاتهام من إثبات وفوق مرحلة الشك المعقول، هذا ما يشكل لنا العنصر المادي في جريمة القتل. وقبل الدخول في مناقشة العنصر المعنوي والقصد الجنائي في جريمة القتل، وبما أن هنالك العديد من الكدمات والسحجات على جسد المجني عليه، وبما أن الاتهام قائم في مواجهة المتهمين على الاتفاق والاشتراك الجنائي وفقا لأحكام المادة 21 من القانون الجنائي لسنة 1920 تعديل 2015، والتي جاءت تغرى على النحو التالي: إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذ الاتفاق الجنائي بينهم، يكون كل واحد منهم مسؤولا عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده، ويعاقب بالعقوبة المقرر له. ومن خلال هذا النص كان لابد لنا من طرح السؤال الآتي: هل عندما قام المتهمين المذكورين بضرب المجني عليه كان ذلك نتيجة الاتفاق واشتراك جنائي فيما بينهم؟ وهذا السؤال يشكل لنا الخط المشترك الذي جاء بصابر حكومة السودان لفضل المولى ويوسف أحمد نور للطعن ميم عين ميم كاب 168-1973، حيث قررت ورثة المبدأ الآتي: الخط المشترك يقتضي وجود عنصر اتفاق سابق بين الجنات، وذلك بأن يكونوا قد فكروا سويا في ارتكاب الجريمة ثم وضعوا خطتهم المشتركة لتنفيذها. ومن خلال هذا المبدأ ثبت لنا كيفية إتمام عملية احتقال المجني عليه بواسطة المتهم الأول والثامن والعشرون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والسابع والثلاثون في أمسية 31 يناير 2013، عندما كان يقف بجوار صيدلية دوار الزكاة ولم يكن هنالك أثر للمظاهرة بعدما انفض سامرها. وكما لم يستطيع المتهمين أن يثبتوا واقعة اشتراكه في تلك المظاهرة، وكان ذلك التحرك للقبض وضرب المجني عليه وهو معهم من سكان قجم القربة بموجب تدبير وتنسيق من قبل أفراد جهاز الأمن وقيادة وأوامر المتهم الأول، كما أن تحرك بقية المتهمين مدينة كسل الموقع العمليات كان نتيجة لتدبير وتخطيط محكم من قادة الفريق المتحرك لمدينة قجم القربة، وتم الإعداد لذلك بتسليح القوة للسلاح الناري والخراطيش السوداء والخضراء المعروفة بالبي بي آر والإسم، وعند وصولهم مباشرة وبالمعاونة ومساعدة المتهمين المذكورين بخشم القربة تم تنفيذ مخطط التعذيب والضرب لكسر همة المعتقلين. واستمر هذا الحال لمدة ما بين صلاة الظهر وحتى صلاة العشاء، وكان الضرب والتعذيب مستمر وسط قبول تام من قيادة المتهمين المتمثلة في المتهم الأول والثاني والثالث وتشجيع للاستمرار بالتعذيب. وهذا وحده يقود لنا لإثبات الغلط المشترك الذي يشكل لنا واقعة الاتفاق والاشتراك بتنفيذ الجريمة. ويستخلص ذلك القصد مما أرسلته سابقا حكومة السودان لفضل المولى بدوي الأمين المشار إليها سابقا، والتي خرجت وأرسلت المبدأ الآتي: لتحقق توافر الغلط المشترك بين المتهمين
لا بد أن يصدر ذلك اتفاق أو تنسيق لارتكاب الجرم، ويستخلص هذا القصد من سلوك المتهمين والظروف التي تحيط بالجريمة، وبثبوت توافر الاشتراك الاتفاق والاشتراك الجنائي بالضرب والإساءة والأفعال الحركية المتمثلة في الزحف والتهديد بالاغتصاب. هنا تقوم نظرية الفعل المشترك، ويصبح أي من المتهمين المذكورين مسؤولا عن الفعل الإجرامي كما لو كان قد ارتكبه لوحده، طالما إنه كان مشاركا في ذلك الفعل الذي كانت نتيجة مباشرة للوفاة المجني عليه. وفقا لما جاء في مسند الاتهام 3-6 من قانون مسندات الاتهام 3-6، وهذا ما جاء في صرح حكومة السودان لحسن علي محمود بالطعن ميم عين ميم كاف 12/1974، حيث قرر بورصة المبدأ الآتي: تفترض نظرية الفعل المشترك وجود قصد مشترك بناء على اتفاق وتدبير بين المساهمين، وتفترض ثانية تواجدهم بمسرع الحادث وقت ارتكاب الفعل، وقد يكون فعليا بالمساهمة في الفعل أو حكمية على قرب مناسب يمكن معه تقديم المساعدة عند الضرورة، وذلك بغرض تحقيق الغض المشترك. كما لا تختصر نظرية الغض المشترك على الأفعال الإجرامية التي تناولها الاتفاق وحدها، وإنما تشمل أيضا كل الأفعال التي ارتكبت في سبيل تنفيذها أيضا، طالما إنها مألوفة تبعا للمجرى العادل للأمور، ولا يشترط إثبات دور كل من الجناد على حدة، بل يكفي أن يكون حاصل الفعل بناء على الغض المشترك. وهذا ما قالت به أيضا صانع حكومة السودان ضد باك ماوير وآخرين بالطعن ميم عين ميم كاف 157/1973، حيث قرر بورصة المبدأ الآتي: تنشأ نظرية المسؤولية الجنائية المترتبة على فعل الخير إذا توافرت 3 شروط: وجود اتفاق وتدبير سابق لتحقيق غرض مشترك محدد، وهو إتيان جرم جنائي معين، تواجد المتهمين في مسرع الحادث تحقيقا لذلك الغرض، جيم تمام ارتكاب الجرم المتفق عليه. وبتوافر تلك الشروط لا يلزم إثبات الدور الذي قام به كل من المتهمين على حدة في إتيان الجرم، ومن خلال تلك المبادئ وما تم إثباته من وقائع بين دفتي هذا المحضر أصبح مستند الاتهام رقم 18، والذي يشتمل على 17 استمارة طابور شخصية واسطوانة سي دي والمطعون فيه من قبل الدفاع ليست بذي أهمية بالنسبة للبيانات المقدمة، طالما إن منشور المحاكم الجنائية رقم 40 والذي أوضح الضوابط التي يجب اتباعها الغرض منه هو التعرف على شخصية المتهم وإحالته للمحاكمة، وهذا ما قررته سابعة حكومة السودان بالترك والداي ماروري وآخر بالطعن ميم عين ميم كاف 142/1972، حيث قررت ورثة المبدأ الآتي: إجراء طابور الشخصية الغرض منه التعرف على شخصية المتهم وإحاطة المحكمة بإجراء طابور الشخصية على المتهم ومعرفة المتهمين في هذا البلاغ لم تكن ناتجة عن التعرف على شخصية المتهمين من خلال مسند الاتهام رقم 18، وإنما جاء التعرف على المتهمين من خلال مسند الاتهام رقم 15، وهو الخطاب الصادر من المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول أبو بكر الدنبلاب والمعنى للسيد النائب العام المكلف الرئيسي أحمد محمود بتاريخ 16 يونيو 2019، والذي أوضح المتهمين المتواجدين بمكتب جهاز الأمن خلف الكربة في أمسية الخميس وصبيحة يوم الجمعة يوم 31 يناير 1 فبراير 2019. وكما أوضح المتهمين القادمين من جهاز الأمن كسر المدينة قسم الكربة بقيادة المتهم الثاني والثالث، وكما إن المتهمين أنفسهم لم ينكروا هذا التكليف وتحركهم من مدينة كسر إلى مدينة خجم الكربة، كما إن المتهمين المتواجدين بخجم الكربة لم ينكروا ذلك التواجد عليه. ومن خلال القصد الجنائي والقصد المشترك بين المتهمين المذكورين عليه نقرر الإجابة على السؤال المطروح بالإيجاب دون وجود أدنى شك معقول يمكن أن نفسر لصالح المتهمين بأنهم قد اتفقوا واشتركوا في تنفيذ عملية التعذيب والضرب، والذي أدى بدوره لوفاة المجني عليه أحمد الخير أحمد عوض الكريم، وبإثبات الركن المادي في جريمة القتل وإثبات واقعة الاتفاق والاشتراك الجنائي وإثبات
كان لزاما علينا إثبات الركن المعنوي في جريمة القتل وهو ما يعرف بالقصد الجنائي موضوع الاتهام، حيث جاءت المادة 130 فقر 1 من القانون الجنائي لسنة 1990 تعديل 2015 تقول: يعد القتل عمدا إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة الراجحة لفعله. ومن خلال هذا النص نجد أن القصد الجنائي هو إتيان الفعل أو تركه والرضا بالنتائج المترتبة على ذلك. ولذلك نجد أن مفهوم القصد يعني حالة الشخص الذي يمكن أن يتنبأ بنتائج فعله ويرغب فيها. إليها بما يدور في ذهن المتهم ساعة الحادث وليس. وهذا ما قررته ورثته سابق حكومة السودان ضد إنصاف حسن كرار بالاستئناف ميم ألف ميم كاف 141974، حيث قرر ورثة المبدأ الآتي: بأن القصد الجنائي يستخلص من حالة المتهم الذهنية ويطبق في هذا المعيار الذاتي وليس المعيار الموضوع الذي يعتمد على رأي الرجل العادي. وطالما أن القصد الجنائي يجب أن لا يضطرب بادعاء أن الإنسان يقصد النتائج الطبيعية الأفعالي، بل يجب أن يثبت كأي ركن من أركان الجريمة وقد يستخلص عادة من الظروف وغرائن الأحوال. وهذا ما قررته ورسول صاحب حكومة السودان ضد عبد الرازق أبكر عبد الله بقرار الفحص ميم عين فحص جنائي 77984. وبما أن القانون الجنائي لسنة 1990 تعديل 2015 قد أوضح القصد المباشر لجريمة القتل بأن يوجه الجاني إرادته بصورة حاسمة نحو إحداث النتيجة وهي القتل عن طريق النشاط الإجرامي لاستعمال الآلة القاتلة في طبيعتها وفي المكان الحساس في الجسم، وكما أن يكون نتيجة الراجعة للفعل المرتكب، وهذا يعرف بالقصد المحول. وهذا ما جاء بكتاب الدكتور الأمين عوض علي أحمد قاضي المحكمة العليا، حيث أوضح بأن مسؤولية المتهم الجنائية تؤسس على أن يكون قاضيا لتحقيق النتيجة الإجرامية في كل الأحوال. إذا سعى المتهم لإلحاق الأذى بشخص أو بمال ونتيجة لفعله هذا تتحقق نتيجة أكبر من الأذى أو الضرب للأشخاص أو الأموال، فيكون مسؤولا عنها على أساس أنه كان يقصد تحقيق تلك النتائج. وإن الحكمة من هذا المبدأ أنه طالما أن الفعل المقصود الفعل الذي تحقق هنالك تشابه بينهما مثل القتل والأذى، وعلى ضوء هذا التعريف نجد مقرره سابق حكومة السودان ضد محمد صديق دكين بالطعن ميم عين ميم كاف 19-1975 حول النتيجة الراجحة للفعل وقياسها في المبدأ الآتي: تتوفر النتيجة الراجحة المرجحة في جرائم القتل إذا كان عدم حدوث الموت يسير دهشة الرجل العادي. وكما جاء في نفس المنوال حول القتل الذي ينشأ وقت الحادث، حيث أرسل سابق حكومة السودان ضد عبيد عمر علي وآخرين بالطعن ميم عين ميم كاف 6-1977، حيث قررت ورثة المبدأ الآتي: القصد الجنائي ركن من أركان جريمة القتل ويمكن أن ينشأ وقت الحادث دون ترتيب سابق. وقد ساوى المشرع بين القصد الجنائي للقتل وبين العلم بأن الموت نتيجة الراجحة للفعل الذي يؤدي إلى القتل. ومن خلال هذه المبادئ وما جاء في إفادات بعض شهود المتهمين في مكتب عمل خطب القربة والذين أوضحوا احتجاجهم للمتهم الأول النقيب الفاروق بأن الضرب والتعذيب للمعتقلين يؤدي للموت، والذي أمرهم بالانصراف وترك القوة القادمة من كسر القيام بعملها، حيث اعترض كل من المتهم محمود وشيك والمتهم محمد صالح إدريس وعثمان على الضرب والتعذيب لأنه كان ضرب مبرح ويعرض للموت، إلا أن المتهم الأول وبقية المتهمين استمروا للضرب، مما يعني بأن النتيجة الحتمية لهذا الضرب قد تؤدي للموت عليه. ومن خلال ما ذكر المقرر استطاعت الاتهام من إثبات القصد الجنائي المتعلق بجريمة القتل تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991 وإثبات الركن المادي والمعنوي، عليه مقرر الانطباق عناصر المادة 131 فقر 1 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2015. وبعد ما استطاع الاتهام من إثبات أن فعل المتهمين يمثل النتيجة الراجعة للموت، وبما أن المتهمين غير ملزمين بإثبات الاستثناءات الواردة في المادة 130
131 فقرة 2 من القانون الجنائي لسنة 1990 تعديل 2015 وموانع المسؤولية، وعلى المحكمة القيام بمناقشة تلك العناصر وفقا لما جاء في منشور المحاكم الجنائية رقم 3 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 1950 والذي أوضح بإثبات الاستثناءات تحت المادة 249 من قانون البلد السوداني والذي تطابق الاستثناءات بالمادة الواردة 131 فقرة 2 من قانون الجنائي لسنة 1991. ومن خلال المنشور وممارسته سابقة حكومة السودان تتحسن النحل أحمد والآخرين بالاستئناف ميم ألف ميم كاف 185/1974 حيث أرسل مقررة المبدأ الآتي: استقر قضاء المحاكم على ضرورة مناقشة الدفوع الواردة تحت المادة 249 من قانون العقوبات حتى إذا لم يتعرض المتهم لهذه الدفوع أمام المحكمة طالما كانت هنالك بيانات تبرر ذلك. ومن خلال هذا المبدأ وما جاء في المنشور الجنائي وبالرجوع لقواعد المسؤولية الجنائية الواردة للباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991 نجد أن المتهمين من الأشخاص المكلفين والمختارين وأن الأفعال التي قاموا بها لا يجدها القانون الجنائي وقانون الأمن الوطني لسنة 2010 وهي على الضرب والتعذيب بعد الاعتقال، وهذا ما قدر شهود الدفاع الرائد مصعب والعقيد إسماعيل عمر وشهد الدفاع الأخير على العميد علم الدين آدم مشي. وبذلك لا يمكن أن يستفيدون من نص المادة 8 والذي تحدث عن أساس المسؤولية الجنائية، وكما أنهم لم يكونوا صغار السن حيث لا يعد مرتكب جريمة صغير غير البالغ، ولذلك لا يمكن استفادتهم من نص المادة 9، وكما أنهم لم يكونوا فاقدي التمييز بعد ارتكاب الفعل المقلل من الجريمة ولم يكونوا غير مدركين لماهية أفعالهم أو فاقدي القدرة على السيطرة عليها بأي من الأسباب الواردة بالمادة 10 وهي الجنون الدائم أو المؤقت أو الآهة العقلية أو النوم أو الإطماع أو تناول مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علم. وكما أن المتهمين لا يمكن أن يستفيدوا من نص المادة 11 والتي تقرأ على النحو التالي: لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة أو كان يعتقد بحسن نية أنه ملزم به أو مخول له القيام به. وبما أن هذا النص مرتبطا ارتباطا وثيقا بقانون الأمن الوطني لسنة 2010 وبالأخص المادة 25 باء والتي أعطت أفراد هذا الأمن سلطة التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير ومانحت إياهم سلطة رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية والقبض على القبض أو الحجز على أي شخص مشتبه فيه، إلا أن المتهمين لا يمكن لهم الاستفادة من هذا المبدأ وهو أداء الواجب واستعمال الحق طالما أنهم خالفوا مقتضى نص المادة 51 فقرة 1 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 والتي أوجبت عليهم بأن يعاملوا الشخص المغبوط أو الموقوف أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، وجعلت من تلك الأفعال جريمة يعاقب عليها قانون الأمن الوطني وتشكل لها محاكم خاصة أو ترفع الحصانة للمغاضاة، وبذلك يستبعد هذا الإحكام من المسؤولية. أما فيما يتعلق بنص المادة 12 والذي تحدث عن حق الدفاع الشرعي عند استعماله استعمالا مشروعا يحفي من المسؤولية الجنائية، وقد أوضحت الفقرة الثانية نشوء حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر اعتداء حال أو شيء يقول على نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه، وكان من المتعذر عليه انتقال خطر باللجوء إلى السلطة العامة أو بأي طريقة أخرى، ويجب له أن يدفع الخطر بغير ما يلزم برده وبالوسيلة المناسبة والمناسبة. ومن خلال هذا النص فإن المبني عليه عندما تم القبض عليه لم يكن معتديا على أي من أفراد الأمن بحسب القربة في 31 يناير 2019 ووضعه في الحبس حتى وصول القوة القادمة من كذلة لم يشكل أي خطر اعتداء على جهاز الأمن يتيح لهم رده بهذه الكيفية والتعذيب الذي تلقاه والذي يعتبر مجازات من المتظاهرين بمنطقة خشم القلب وخشية تكرار هذه المظاهرة مرة أخرى. وفي هذا الصدد جاء سابق حكومة السودان في طه الدين عيسى زكي بالاستئناف ميم ألف ميم كاف 141/1970 حيث عرض ورثة المبدأ الآتي: خشية وقوع العدوان في المستقبل أو المجازات للاعتداء سابق لا يعطي المتهم الحق في مراحل الدفاع الشرعي، ويجب أن يكون العدوان مراقبته حالا
تقع على وشك الوقوع وليس هناك الوقت الكافي للوجود بالسلطات العامه، ولذلك نقرر عدم استفاده المتهمين من هذا الارتفاع من المسؤوليه، وطالما ان المتهمين المسؤولين لم يكونوا في حال اكراه للقيام بالافعال التي قاموا بها والتي شكلت التهديد المني عليه، حيث انهم لم يكونوا بالتهديد بالقتل او العزل الجسيم، مما نقرر عدم الاستفاده واستبعاد الماده 13 المتعلقه بالاكراه والذي يحمل المسؤوليه الجنائيه، وكما ان المتهمين لا يمكن لهم ان يستفيدون من مسلمات 14 والذي تحدث عن الافعال القيد الاختياري، حيث جاء النص بانه لا يرتكب الجريمه الشخص الذي لم يكن وقت ارتكاب الفعل مختارا او لا في وسعه السيطرة على افعاله بسبب قوه قاهره او مرض انفجاري مما يجعله عن تفادي تلك الافعال، وطالما ان المتهمين لم يكن بحقهم هذا الدرس من خلال تصرفاتهم التي جاءت قبل الحادث وبعد الحادث واثنائها بانهم كانوا في كامل قوامهم العقليه، وطالما ان المتهم كانت تعود القدره على ادراك ماهيه افعاله وقت ارتكاب الحادث يجب التحكم بتصرفات المتهم قبل الحادث وبعدها واثناء المحاكمه ومن الدوافع لارتكاب الجريمه وغير ذلك من الظروف والملابسات، كما ان المتهمين لم يكونوا في حاله ضروره ان جاءتهم لاتيان الافعال التي شكلت التعذيب الذي ادى الى الموت، وذلك لوقاية انفسهم او عرضهم او مالهم او نفس الغير من خطر جسيم محدق، ولم يكن في قدرتهم اتقاءه بوسيله اخرى، وبعدم وجود هذا الخطر الملجئ لحاله الضروره فان المتهمين لا يستفيدون من الماده 15 طالما انه لا تتيح القتل الا في حاله الواجب، وهنا لم يكن هنالك واجب يقوم به المتهمين بشان التعذيب، وكما لا يستفيدون من الحادث العرض المنصوص عليه في الماده 16 طالما ان ما اصاب المجني عليه لم يكن حادثا عرضا ولم يكن عن فعل مشروع وقع بحسن نيه ونجم عنه الضرر غير متوقع يحدث، كما انه لا يوجد رضا من قبل المجني عليه لتلقي الضرب والتعذيب، وقد ابدى اعتراضه على ما لقاه بغير المنتقلين من تعذيب وضرب، وذلك ان خروجه من الحراسه لحظه حضور القوه القادمه من كسله حيث افادهم بانه مريض، وهذا ما افاد به الشاهد السامي المستصفى كلش، وبالرغم من ذلك تم ضربه وتعذيبه، ولذلك استبعد نص الماده 17 التي تتحدث عن الرضا، ومن خلال ما تم سماعه في قضيتي الاتهام والدفاع وما جاء بسجل المتهمين وما ادلوا به بيوميه التحري لا نجد ان هنالك خطا في الوقايه، طالما ان افراد جهات الامن خشم الكلب والقادمين من كسله يعلمون بالمعتقلين وحضروا بكامل الاعداد والعده للتعذيب والضرب، ولذلك نقرر عدم استفاده المتهمين من نص الماده 18 التي تتحدث عن خطف الوقايه، ومن خلال ما تم سرده نجد ان المتهمين لا يستفيدون من اي من موانع المسؤوليه المحدده بالقانون الجنائي، ومن ثم ندلس بنص الماده 131 فقره 2 من القانون الجنائي لسنه 1900 والتي جاءت تقرا النحو التالي: يعد القتل قتلا شبه عمد إذا تسبب فيه الجاني بفعل جناية على جسم الإنسان ولم يقصد الجاني القتل ولم يكن الموت نتيجة الراجعة لفعله، وقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة 131 الحالات التي يعتبر فيها القتل قتل شبه عمد والتي سوف تتم مناقشتها لمعرفة مدى إمكانية إثبات أي حالة من الحالات المذكورة على أفعال المتهمين، ونبدأ بالحالة الأولى والتي أوضحت إذا تجاوز الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانونا الواحد يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروريا لتأدية الواجب، ومن خلال هذا النص وبالرغم من ان المتهمين يعتبرون من اصحاب الخدمه العامه وفقا لقانون الامن الوطني لسنه 2010 الا ان الافعال التي قاموا بها لا يجوز قانون الامن الوطني ولا يخول لهم القيام بها، وذلك وفقا لاحكام الماده 51 فقره 3 التي تقول بالتجاوز المنصوص عليه في الفقره المذكوره، وبذلك تستبعد الحاله الاولى، اما الحاله الثانيه التي تحدث عن تجاوز الجانب المسلميه فالحدود المقرره قانون لمراحل الدفاع الشرعي، وبما انه سبق وإن تمت مناقشة حق الدفاع الشرعي عند مناقشة عناصر الموانع المسؤولية وثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم استفادة المتهمين من حق الدفاع الشرعي فإنه لا سند لمناقشة هذا التجاوز لإنعدام السبب الذي يقاس عليه. وبذلك نقرر استبعاد هذه الحالة، والحالة الثالثة تتحدث عن ارتكاب الجاني الجريمة تحت تأثير الإكراه وبالقتل، وهذا لم يستطيع الدفاع إثباته عند مناقشة أمر الإكراه في أسباب الإباحة.
كما ان الحاله الرابعه تتحدث عن حاله الضروري لغايه النفس او الخير من الموت، وهذا ما سبق وان تمت مراجعته ايضا، حيث لا توجد حاله ضروره موجبه لاستعمال تلك القوه المشكله للجريمه، طالما ان الضروره عند الفقهاء يبلغ حد ان لم يتناوله الممنوع كله او قارب على الهلاك، او هي الخوف على النفس من الهلاك علما او ظنا. وهذا ما عرضه الرسول صلى الله عليه وسلم ضد محمد ضرور محمد نور بالاستئناف ميم الف الف سين جيم 116384، مما نغرر مع عدم استباحه المتهمين من هذا الاستثناء. والاستثناء الخامس هو ان يرتكب الجان القتل بناء على غير المبني عليه، وهذا ما تمت مناقشته ايضا وتم استبعاده عند مناقشه موانع المسؤوليه، كما ان المتهمين لم يكونوا فاقدين السيطره على انفسهم، نسبه الاستهزاء شديد مفاجئ، ولا يمكن ان يستفيدون من هذا الاستثناء طالما انهم هم الذين خلقوا الواقع لمجرد الانتقام وازاله المعتقلين. وهذا ما قالت به صار الحكومه السودان ضد محمد ابراهيم موسى بالطعن ميم عين ميم قاف 59383، حيث غرر ورثه المبدا الاتي لغرض ان الاستفزاز كان شديدا، الا انه متى كان من الثابت بان المتهم انطلق عند ضربه او طعن المني عليه من طلق الانتقام، وبعد ان استعمل عقله وتفكيره وخطا خطوات نحو المني عليه في وقت كان المني عليه قد اعتبر ما حدث من قبل قد انتهى، واشتغل بامر اخر بان عنصر الفيائي يكون قد انتهى. ومن ثم لا يستفيد المتهم من احكام البند واحد من الماده 239 لتقابل 131 من القانون الجنائي، كما ان المتهمين لم يؤذن لهم بضرب المجني عليه ومن معه المعتقلين بالمعتقل وتعذيبهم حتى نقول تجاوزهم واسرافهم في تلك الافعال. وبذلك نستبعد هذا الاستدلال الذي يتحدث عن الاسراف والتجاوز فيما هو ماذون به. اما ما جاء حول الاستثناء الذي يتعلق يتحدث عن سرقة الإصرار والعراك المفاجئ، وبما ان المجني عليه كان معتقل بمكتب جهاز الخشن القربه وحضره القوى انكسرت وانهالت عليه ومن معه بالضرب والتعذيب دون ان يكون هنالك رد من المجني عليه وبقيه المعتقلين، كان ذلك بموجب تخطيط وتدبير مسبق وفقا لما تم سرده، فاننا نخرج عن مفهوم المعركه المفاجئه الوارده بالاستثناء المذكور. طالما اوضح سابق حكومه السودان ضد بكر محمد قميص بالطعن ميم عين ميم قاف 32975 بان المعركه المفاجئه هي المعركه التي لم يحضر لها من قبل، بمعنى انها المعركه التي تحدث في التو والحين، فهي وليده الساعه، ويكفي ان تنشب بين شخصين، والشجار هو شيء يتجاوز المعركه الكلاميه، ويجب ان يتبادل فيه المتشاجران الضربات حتى ولو تصيب تلك الضربات اهدافه، وهذا ما لم ينطبق على هذه الواقعه المنظوره امامنا اليوم، مما نقرر معه استبعاد هذا الاستثناء، كما ان المتهمين لم يستفيدوا من الاستثناء الذي يتحدث عن الاضطراب العقلي او النفسي او العصبي، والذي يؤثر تاثيرا بينا على عدم المقدره القدره في التحكم في افعالهم والسيطره عليها. وبمناقشه عناصر موانع المسؤوليه والاستثناءات الوارده بالماده 131 فقره 2 من القانون الجنائي لسنه 1990 تعديل 2015، واثبات عدم استباحه المتهمين لاي من تلك الموانع والاستثناءات، نصل لادانه كل من المتهم الاول حتى 27 والثالث 30 37 تحت المادة 21-130 فقرة 1 من القانون الجنائي لسنة 1990 تعديل 2015. أما الاتهام تحت المادة 21-164 من القانون الجنائي لسنة 2015 والذي وجه لكل من المتهم الأول والثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والخامس والثلاثون السابع والثلاثون والأربعين الحادي والأربعين، والرجوع لنص المادة 164 من القانون الجنائي والتي نجيها طورة عن النحو التالي: من يحدث شخصا بأن يعترضه قصدا بحيث يمنعه الحركة أو يقيم من اتجاه حركته بوجه غير مشروع يعاقب بالسجن المدة لا تجاوز 3 أشهر أو بالغرامة أو بالرقمتين معا. ومن خلال هذا النص وفي الرجوع لمحضر سماع قضية الاتهام يتضح لنا بأن احتقار المرفوع عمر الخير تم بواسطة المتهم الأول النقيب الفاروق عثمان، والمتهم الثامن والعشرون الحاج إدريس بابكر إدريس، والمتهم الثالث والثلاثون والثلاثين سعيد باطل دقيق، والمتهم الرابع والثلاثون أبو بكر خليل عبد الرحمن أبو القاسم، والمتهم السابع والثلاثون صفوت محمد عوض، وإن اعتقاله كان من أمام صيدلية ديوان الزكاة، وكان بعد ما تم خطب المظاهرات من خلال قضية الاتهام والدفاع، وقد وضعت
وقد تم وضعه بالحراسة بالحفظ وبالرغم من وثيقة الحقوق الواردة بدستور جمهورية السودان للتغاري سنة 2005 والتي قرر بأن يمارس الجهاز السلطات الآتي هما الأحكام القانون ألف طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء أو من أي شخص والاطلاع عليها والاحتفاظ بها أو اتخاذ ما يراه ضروريا أو لازم بشأنها ب استدعاء الأشخاص واستجابة وأخذ أقوالهم ج الرغبة والتحري والتفتيش د حجز الأموال وفقا للقانون ه غبط وحجز الأفراد وفقا لما جاء وفقا للمادة لما هو وارد بالمادة 50 وهذا ما قالت به المادة 25 من قانون الرغبة الوطني بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير. وبما أن المتهمين لم يقدموا هذا الأمر المكتوب من المدير الذي عرف بموجب القانون بأنه يصل مدير الجهاز المعين وفقا لأحكام المادة 27 التي أوضحت كيفية التعيين بواسطة رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية. وكما أن الاحتغال جاء منتهكا لأحكام المادة 51 فقرة 3 من قانون الأمن الوطني حيث عرف بأن يعامل المرغوب أو الموقوف أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا. ولذلك نجد أن اعتبار المجد عليه قد جاء منتهكا لتلك النصوص فأنشئت الخميس 31 يناير 2019 وهذا بدوره يجعل فعل المتهمين ينطوي تحت المادة 165 فقرة 2 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2015 والتي تقرأ على النحو التالي: إذا حدث الاعتقال بطريقة سرية أو قصد به انتزاع اعتراف من المعتقل أو إكراهه على رد مال أو على فعل مخالف للقانون أو كان من شأنه الاعتقال تعريض ثلاثة جوز ثلاثة معاد وما تجلب عقوبته بالغرامة. بما أن المشرع السوداني في المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1990 قد أعطت المحكمة الحق بالإدانة بشأنها حيث نصت الفقرة الأولى منها: إذا اتهم شخص في الحالة المذكورة في المادة 150 ظهر من الأدلة أنه ارتكب جريمة مختلفة كان يمكن اتهامه بها طبقا لأحكام تلك المادة تجوز إدانته عن الجريمة التي ظهر أنه ارتكبها وإن لم يكن قد اتهم بها. بالرجوع لنص المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقرأ على النحو التالي: إذا كانت وقائع فعل واحد أو أفعال متصلة من طبيعة تدعو في الشك في تعيين الجريمة التي قد تشكلها الوقائع من بين جرائم مختلفة فيجوز أن توجه للشخص التهم بارتكاب جميع تلك الجرائم أو أي منها ومحافظته عليها. وكما يجوز اتهامه على وجه التبادل بارتكاب أي منها. ومن خلال تلك النصوص نقدر بأن المتهمين قد ارتكبوا فعل مخالف لأحكام المادة 165 فقرة 2 من القانون الجنائي لسنة 1990 تعديل 2015 وذلك بعد استبعاد الدفع بحاضر الطوارئ وذلك وفقا لاحكام الماده 14 فقره 3 من قانون الاثبات لسنه 1994 والذي يوضح بان تاخذ المحكمه علما قضائيا بالمسائل المتعلقه بالدستور والتشريع وشائر الاحكام والتدابير التي لها قوه القانون. وبما ان حاله الطوارئ التي كانت مفروضه بولايه كتلة والتي حددت الابعاد المحظوره بالمجموعه الطوارئ والسلامه لسنة 1997 المادة 8 الذي أصدره والي ولاية كسلة لم يحفظ التظاهر والعمل السياسي وإنما كان متعلقا بالإعلام والتحريف. وإن أمر الطوارئ رقم 2 لسنة 2019 والصادر بتاريخ 25 فبراير 2019 جاء بعد عملية الاشتغال المجني عليه وهنا لا يمكن تطبيق الأثر الرجعي للقانون. أما واقعة الاتفاق والاشتراك الجنائي المنصوص عليها في المادة 21 فإنها ثابتة من خلال ما تم سماعه بأن المتهم الأول قد قام بإعداد قائمة تحدد الأسماء من أبناء خشم القربة ومن ضمنهم المنجي عليه وسعر القبض عليهم واعتقالهم دون وجود الإذن من المدير العام. ومن خلال ما سبق مناقشته بشأن المادة 21 من القانون الجنائي وما أوردناه من سوابق نقرر استطاعة الاتهام من إثبات هذه المادة ولذلك نقرر إدانة كل من المتهم الأول والثامن والعشرون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والسابع والثلاثون تحت المادة 21-165 فقرة 2 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2015. أما فيما يتعلق بالمتهم التاسع والعشرون والمتهم الثلاثون والحادي والثلاثون والمتهم الثاني والثلاثون والمتهم الخامس والثلاثون والمتهم الأربعين والمتهم الحادي والأربعون ومن خلال فترة المتحرك بين المتهم الحادي والثلاثون لم يكن متواجدا في أمسية 31 يناير 2013
وكما لم يفيد أي من شهود الاتهام بوجود دولة حضر الاعتقال، وإن بقية المتهمين ما قاموا به من اعتقالات بالنسبة لبقية المعتقلين، وبما إن هنالك بلاغات قيدت من قبل الشاهد الأول والثاني والثالث في قضية الاتهام في مواجهتهم مواجهة ما قاموا باعتقالهم وإلحاق الأذى والتعذيب بهم من أفراد جهاز الأمن التابعين لوقوف مدير والقادمين مدينة كسلة، وكما إن بعضهم كانوا وجودهم بموجب أمر من المتهم الأول فاروق عثمان، وإنهم ملزمين بتنفيذ الأوامر والتواجد بمكان خدمتهم، وذلك هو الأحكامات 49 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 والتي قرر بأنهم من واجب العضو أن يخصص كل وقته ونشاطه لأداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه، وأن يؤدي بنفسه كل واجب أو عمل يوكل إليه شخصيا بدقة وأمانة، وأن يتحمل مسؤولية الأوامر التي تطلب منه، وأن يطيع في جوية على الأوقات وفي حدود واجباته كل أمر قانون صادر إليه من الطابة الأعلى. وبما أنه لم توجد بينة مباشرة أو ظرفية تؤكد بأن المذكورين قد شاركوا في الاعتقال أو التعذيب أو التعدي أو إذا المجني عليه بدنيا أو معنويا في مسيرة 31 يناير 2013 وفي صبيعة 1 فبراير 2013 عليه نقرر إعلان براءتهم من التهم المنصوب إليهم، ومن خلال ما تم سرده نصل لإدانة كل من المتهم الأول الفاروق عثمان إبراهيم، الثاني عبد الله هاشم عمر مادي، الثالث مرغني فاروق مرغني، الرابع السماء محمد خلف الله، الخامس اسماعيل محمود عمر ادم، السادس محمد نور ابراهيم، السابع محمد حامد عثمان شريف، الثامن رشيد عيسى سليمان اسحاق، التاسع خالد مبارك عبد الله الشيخ، العاشر عثمان محمد احمد يحيى، الحادي عشر مدحت سفيان عبد الرحمن، الثاني عشر بكري نعيم ابراهيم عبد الله، الثالث عشر مامون سراج مختار عبد الله، الرابع عشر السيد احمد صديق علي موسى، الخامس عشر يونس موسى حمزه محمد، السادس عشر مصطفى علي ابراهيم شنديه، السابع عشر بكري الحادي عثمان عبد الله، الثامن عشر غاندي محمد كمباسي اياد، التاسع عشر المهتدي بالله حيدر عوض الحاج، العشرون دفع الله زكريا يحيى علي، الحادي والعشرون ابراهيم محمد علي مالك، الثاني والعشرون فضل محمد ادم يوسف، الثالث والعشرون الطيب سبك جمعه عبد الله، الرابع والعشرون اسماعيل يوسف ادريس ادم، الخامس والعشرون مصعب محمد فك عمر، والعشرون عزام حسن داود ابراهيم، السابع والعشرون سيف الدين يحيى عثمان رجب، الثالث والثلاثون نصر الدين سعيد بادر الرقيب، السابع والثلاثون صفر محمد احمد عوض محمد عوض احمد تحت المادتين 31 130 فقره 1 من قانون الجنائي سنه 1991 تعديل 2015 إدانة كل من المتهم الاول فاروق عثمان ابراهيم محمد والثامن والعشرون الحاج ادريس بابكر، الثالث والثلاثون نصر الدين سعيد باقر الغيب، الرابع والثلاثون ابو بكر خليل عبد الرحمن ابو القاسم، السابع والثلاثون صفوت محمد عوض احمد تحت المادتين 21-165 فقره 2 القانون الجنائي لسنه 1990 تعديل اعلان براءه كل من المتهم، التاسع والعشرون زكريا بكر عثمان بابكر، الثالث الثلاثون محمد صالح ادريس ابراهيم لقب الشريف مش، الحادي والثلاثون عز الدين احمد محمد، الثاني والثلاثون محمود الشيخ عبد الله، الخامس والثلاثون سيف الدين عثمان عبدو عبد الحميد، الاربعون عثمان عبد الغني، الحادي والاربعون محمد علي بابكر، نسال الله التوفيق والسداد. وين يا جماعه ولاده؟
1200. بدون الإعلام الشرعي بتاعه. بدون الإعلام. طيب أولياء دم. عندكم ختامة هنا؟ يوجد ختامة. أم المرحوم. ما خلوا ما لا ما ادري منو يقولوا خلوهم خلاص يا وفادي دقيقة ما ادري الحين الإعلام الشرعي 30/2003 من محكمة خشم القربة في الأحوال الشرعية باسم المرحوم أحمد الخير سعد وين النازل؟ ها؟ شرطة
المجلس. خليها بعدين. يا سعد عباس سعد، المحكمة توصلت إلى أرض المتهمين من الأول حتى السابع من العشرين، وبالإضافة للمتهم السابق 37 إلى رجال تحت المادة 130 من قانون الجنائي الأردنية، وأصبح الحق لديكم الكراسة والقصاص، ونحن يعني بنعتذر لكم ونحن نقال لله عز وجل أن تعفوا وتصبروا وتغفروا، وأن الله غفور رحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. عندكم الحق يا سعد في القصاص، إن عفيتم وأصلحتم فهو لكم المسؤول في الدنيا وفي الآخرة، وإن تركتم القصاص فهو حق لكم، ونحن نعرضكم العفو عن هؤلاء المتهمين فيما قاموا به، وطلب الصواب من المولى عز وجل، والخيار لكم القصاص أو العفو. طيب انت نيابه عن الورثه وانت عظيم عن نفسك. نعم. الطالب شو؟ انا مثلا بنجيب. اه. وبنجيب داخل وطلع في القصه والمحكمه. طيب. للطالب ولا شيء انت؟ القصص. الله 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 الله
يا سادة الختام بس ملهي يا اخي بس ابصم بس انت غلطت في الغصاب ابصم لين بيدك عشان تتاكد انك تجيبني هنا خلاص 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 اقفل الميكروفون شيل المايك دي منه خطوم شمال
استاذ عوض، استاذ عوض عندك هنا ضرب مخففة هناك قلنا حلمضة حلمضة ده ضرب مخففة يا استاذ. ليس هنالك اسباب للمتهم28 33 34 37 هذه الخمسة ولا كم؟ طيب كويس دقيقة. طيب بالنسبة للمتهم الأول طيب الظروف ها عباس هناك محل محل ما ورا على المتهم 34 واضح ان المطلوبه اقصاها 13 بما ان المتهم مكث في الحبس اكثر من عام فالتمس المحكمه اقصى الفتره الماضيه وخلال سنينه فورا بالاضافه بان له زوجه يعني له زوجة وأربع أبناء أعمارهم تتراوح بين 10 سنوات و7 سنوات و5 سنوات ما بين 4 5 و3 سنوات منهم 3 بالنسبة طبعا ويعود والده وخالي كبير في السن وعينان ليس له ابناء خالو كذلك يقوم باعفاء الصرف على الاسره لما ساعتك يقول وقت الوقت لكن ما تبقى على قيد الحياه تلتمس الدار 70 كوبا من انت المتهم الحاج ادريس رقم 28 له زوجة بالضبط اللي استعملوا بعد الحبس اكثر من عام له زوجة وسبع ابناء اعمالهم 19 عام و17 عام و15 عام و12 عام و9 سنوات و6 سنوات واخيرا لديه طفل صغير عمره 19 كما يقوم بالصف على والده والدته تلتمس من فوق ومقر القاصة هذه فوق فالتمنى أن تعرفك فوق 37 37 37 37
37 32 37 32 تصحي بالسلافق يا جماعه طاير تصحي بالسلافق تصحي بقطع السلافق تفضل 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 لما انك تصحي بالسلافق قلت زمان انك صاحب السوابق بس دي مرحلتها تفضل طيب يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم نقول الامتحان. طيب يا جماعه من خلال معقول الامتحان على ما توصل للمحكمه
صرفان محمد اسماعيل محمد عمر ادم محمد بن نور ابراهيم مدني محمد حارب عثمان شريف الرشيد عيسى سليمان اسحاق خالد مبارك عبد الله عثمان محمد احمد يحيى مدحت سفيان عبد الرحمن بكر نعيم ابراهيم عبد الله مامون سراج مختار سيد احمد صديق يونس موسى حمزه مصطفى ابراهيم شنديه بكر الهاد عثمان عبد الله غاندي محمد عباس اياد المهتدي في الله حيدر عوض تبع الله زكريا يحيى علي ابراهيم محمد علي مالك فضل الله محمد ادم يوسف الطيب سبي الجمعه عبد الله اسماعيل يوسف ادريس ادم مظهر محمد فكر عمر عزام داوود ابراهيم سيف الدين يحيى عثمان رجب نصر الدين سعيد الباطل صفوة محمد عوض احمد الاعدام شرقا حتى الموت الاعدام تحت رصاصا تحت الماده 21 130 فقره 1 2 من القانون الجنائي 2 سجن لكل من الحاج ادريس وابو بكر خليل لمده 3 سنوات يدعم فقره الماده 21 165 فقره 2 من القانون الجنائي على 9 نوفمبر 26 يوليو 2015 تاريخ القبض عليهم تسمح لترد الاطلاع صلب نصوص من الحكم تسلم المعروضات لذويها يخاطب مدير اداره جهاز الامن والمخابرات بالعقوبات التي تم توقيعها.